السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا تجربة عن خطورة استخدام الجوال وهو يشحن. عندنا جهاز يستشعر الكهرباء، هذا هو زي القلم. الحين هنا فيه كهرباء التوصيلة شغالة، بوريكم إذا أعطانا النور معناته فيه كهرباء. فالحين بنشبك الشاحن، ينتقل الكهرباء هنا وينتقل في السلك كامل حق الشاحن. هنا هذه الأجهزة ما تشحن، ما تولع اللمبة، ما تولع اللمبة. هنا نشبك الشاحن، الآن تولعت اللمبة معناته انتقل الكهرب له. خطورة اللي يستخدمه، شوفه في جسمه ينتقل الكهرب، هذا في يده حتى إلى يده الثانية. فالحذر يا أخوان، وجزاكم الله خير.